شوف في الحديث النبوي النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكيس من دان نفسه عن ايش؟ الكيس من دان نفسه. نعم. هذا الحديث صحيح؟ هذا حديث مشهور. مشهور عند الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الامان. وهذا لا شك ان معناه صحيح. معناه صحيح. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم يتمنون هذا. فالإنسان الذي يتبع نفسه وهواها ويتمنى على الله الأماني هذا ليس بكيس.